جناب المحافظ؟ ايوه. انا بتكلم بالنيابة عن جناب قائد الانجليزي وقائد الفرنساوي. انا بطلب باسم القيادة المتحالفة تسليم بورت سايد. انا بتلقى اوامري من الحكومة المصرية مش من اعداء بلادي. احنا مش اعداء الشعب المصري، احنا اصحابهم وجايين هنا علشان مصلحة المصريين. انا مصري واعرف مصلحة بلادي اكتر منكم. التسليم احسن لكم، وإلا هنقتل موية عنكم ونحتل البلد بالقوة. واحنا هندافع عن كل شبر من ارض بورسعيد. انت بتحكم على الاهالي بالموت، هتقدروا تعملوا ايه قدام اساطيل وجيوش بريطانيا وفرنسا؟ البلد لازم تسلم. حتى لو انا امرتهم بالتسليم مش هيسلموا. قول لهم في بلادكم ان عهد التهديد واستعمال القوة فات وانتهى. بورسعيد لوحدها هتقدر تقاوم. بايه؟ بسلاح ما تقدرش كل طياراتكم واساطيلكم وجيوشكم انها تدمروا. سلاح الايمان بحقنا في الحرية والكرامة.